اهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي تحيا مصر في كل مكان. لايف جديد وتغطية جديدة لأهم كواليس ومباراة منتخبنا الوطني الحاسمة أمام منتخب كاب فيردي. يمكن خلاص ساعات وتنطلق المباراة، ساعة ب 24 ساعة بالتمام والكمال على انطلاق مواجهة مصر الحاسمة أمام منتخب كاب فيردي. يمكن المنتخب النهاردة هيختتم تدريباته الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة عشان يستعد بقى خلاص لمواجهة كاب فيردي أو الرأس الأخضر زي ما بتقولوها حضراتكم. مباراة صعبة، مباراة حاسمة في مشوار منتخبنا، يمكن هي دي آخر فرصة للعيبة منتخبنا عشان نقدر نحقق الصعود لدور ال 16 ونكمل طبعا مشوارنا في بطولة كأس الأمم الأفريقية النهاردة. ومن شوية فاجئنا الجميع وفاجأ الجميع مع نجمنا المصري محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخبنا بالتواجد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر والرأس الأخضر. كمان كان معاه روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، قالوا شوية كلام مهم جدا يعني مش عاوزين يفوت على حضراتكم، هنقوله بكل الكلام والتفاصيل الخاصة اللي قالوها قبل مباراة الرأس الأخضر ومصر. إن شاء الله لعيبة منتخبنا تكون قادرة على تحقيق المفاجأة وتحقيق الفوز. يمكن الفوز مش هيبقى مفاجأة على منتخب بحجم كاب فيردي، لازم نحقق الفوز، لازم نحقق أول 3 نقاط لنا في البطولة لضمان الصعود رسميا وتجنب حزبة بيرما ومسألة الحسابات المعقدة اللي بكل مرة بندخل نفسنا فيها. نتمنى من جميع لاعبي المنتخب ان هم يكونوا قادرون على الفوز، عندهم يكون يتحلوا بشوية اصرار وعزيمة عشان يقدروا يحققوا الفوز ويحققوا الصعود كتاني المجموعة. طبعا زعلانين كلنا ان المنتخب لحد دلوقتي لسه ما ضمنش الصعود، ومن الممكن ان هو يخرج بكره امام كاب فيردي لا قدر الله اذا طبعا حصل او اذا تعرض للخساره الاولى في البطوله. منتخبنا زي ما حضراتكم عارفين انطلقت المباريات بتعادل امام منتخب موزمبيق في المفاجاه الاولى، مش بس المنتخبنا لكن لبطوله كاس الامم الافريقيه كلها. يمكن المنتخب الموزمبيقي لعبنا 5 مباريات قدرنا نحقق الفوز في الخمس مواجهات اللي هو لعبنا فيها ولم يسجل اي هدف في مرمانا. فجاه المنتخب الموزمبيقي بيتحول بيسجل هدف والتاني وبنكون احنا اللي خسرانين وعايزين نتعادل قدام المنتخب الموزمبيقي. بعدها مباراة سيئة في الشوط الأول أمام غانا، تشكيل سيء، أداء سيء، بلا روح، بلا عزيمة، بلا قتال من لاعيبة منتخبنا، وفجأة إصابة محمد صلاح وخروجه من مباراة مصر وغانا. بعدها يعني طبعا زي ما حضراتكم عارفين المصائب لا تأتي فرادى، محمد قدوس يسجل الهدف الأول لغانا من تسديدة بدون ضغط من محمد النني، بدون ضغط من أحمد حجازي، بدون ضغط من محمد عبد المنعم، بدون ضغط من حمدي فتحي لعيبة خط الوسط والدفاع لمنتخبنا عشان المنتخب يتأثر بغياب محمد صلاح. يمكن العزيمة والإصرار اللي احنا اتحلينا بيهم قدام منتخب غانا هو ده كان مربط الفرس وهو ده اللي كان حولنا طبعا من الخسارة. قدرنا نرجع مرة واتنين قدام منتخب بحجم منتخب غانا. اللعيبة اتكلمت مع بعضها، قدر عمر مرموش بعد العديد والعديد من الهجمات اللي توالت على طبعا حارس منتخب غانا وعلى دفاع المنتخب الغاني ونجوم البلاك ستارز، قدر عمر مرموش يخطف كوره كده من غلطه لاحد مدافعي غانا ويسجل الهدف الاول. بعدها من غلطه دفاعيه دخل مرمانا وسكنت شباك محمد الشناوي الهدف الثاني لمنتخب غانا قدام منتخب مصر عن طريق نفس اللاعب محمد قدوس. سرعان ما تمسكنا نزل تريزيجيه بدل محمد النني والدنيا اتقلبت مع عادتش. قدر محمود حسن تريزيجيه بعد عزيمه وقوه واصرار وتداخل في الهجمه وطبعا الثنائيات اللي بيتميز بيها لعيبه منتخبنا والروح والعزيمه، قدر محمود حسن تريزيجيه يغالط مدافعي غانا ويعمل اسيست لمصطفى محمد اللي مركز داخل ال 18 عشان يتعادل منتخبنا. يمكن كنا ممكن نقدر نحقق ال 3 نقاط بكره امام عاشور الاخيره قدام منتخب غانا، لكن قدر الله ما شاء فعل، احنا معانا نقطتين وان شاء الله نقدر نفوز على منتخب كاب فيردي ونصعد كتاني للمجموعه الثانيه اللي بتضم مصر وغانا
وموزمبيق والرأس الأخضر. خلاص الرأس الأخضر ضمن الصعود إن شاء الله، منتخبنا يضمن الصعود بكرة بعد الفوز عليه. من شوية محمد صلاح قال كلام مهم، نجمنا المصري ونجم ليفربول قال كلام مهم هقوله لحضراتكم بالملي وبالحرف عشان بس ما يبقاش في كلمة ناقصة أو زايدة ما قلناهاش عن كلام نجمنا المصري محمد صلاح. محمد صلاح كان ليه تصريحات كده يا جماعة النهاردة مهمة جدا، لأن لاعب بحجم وإمكانيات ونجومية محمد صلاح يوصل الشعور ده ويوصل الإحساس ده لمنتخب مصر إن هو قادر على الوصول لأبعد المسافات في بطولة كأس الأمم. خليني أقول لحضراتكم صلاح قال إيه بالظبط. صلاح قال ان الرطوبة مش عائق على جميع المنتخبات، الحديث عن الاصابة في كده قصة ما بين ليفربول وما بين المنتخب والجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني برئاسة محمد ابو العلا، في قصة كده ما بين ليفربول ومنتخبنا بيتكلموا مع بعض هل من الممكن ان هم يعملوا علاج، ولازم طبعا فريق ليفربول الطبي بيتابع اصابة محمد صلاح لحظة بلحظة. تخيلوا حضراتكم ان هو نجمهم الاوحد، هو النجم الكبير، مش عاوزين ان هو يتعرض لاصابه اكتر من كده، حابين ان هم يكونوا معاه في التريتمنت او العلاج بشكل كبير حتى لا يتعرض لاي اصابه اخرى. صلاح قال يا جماعه انا يمكن ادائي ما كانش احسن حاجه، انا لعبت مباراه ونص امام موزمبيق ونص مباراه امام طبعا غانا، لكن ده منتخب مصر مش منتخب محمد صلاح. في 27، انا واحد من ضمن ال 27 لاعب اللي متواجدين في قائمه منتخبنا الوطني لبطوله كاس الامم الافريقيه. طبعا الانتقادات الكتير اللي اتقالت علينا خلال الفتره الاخيره، انا بلعب مع المنتخب من بدري، محترف او محترف في دول اوروبا بقالي اكتر من 12 سنه، طبعا انا متعود على مثل هذه الضغوط، لعبت مباريات كتير ولعبت بطولات اكتر ومتعود على كل هذه الضغوط. الناس اللي بتتكلم ان محمد صلاح في ليفربول حاجه وفي منتخب مصر حاجه تانية، انا لحد دلوقتي ما عنديش تفسير للكلام ده، انا مركز في شغلي، مركز في عملي، جميع لعيبه المنتخب بتقاتل حتى اخر لحظه في المباراه. شفنا ازاي منتخب مصر قدر يموت نفسه في مباراة غانا وقدر يموت نفسه في مباراة موزمبيق، لكن التوفيق ما كانش محالفنا خلال المباراتين الاخرتين طبعا، لكن احنا قادرين على الفوز على كاب فيردي. انا متفائل، ده كلام طبعا محمد صلاح، محمد صلاح قال انا متفائل ان شاء الله نفوز على كاب فيردي، نمتلك العديد من اللاعبين المميزين، وقال طبعا واتكلم على حتة العقلية والمينتاليتي اللي هو بيتكلم عليها كل مرة، قال انا محترف في اوروبا بقالي 12 سنه، مفيش فرق في الموهبه، الموهبه تعتبر هي هي، لكن الفرق في العقليه، هم عقليتهم بيناموا ويقوموا ويعيشوا بس للكوره، لكن احنا عندنا هنا حاجات تانية. قال النجم هنا في مصر بيتنجم زياده عن اللزوم، وده اللي بيخليه ان هو مش قادر يحترف او مش عايز يحترف. طبعا الكلام صلاح ده عبره، والكلام ده صلاح ده عظه، اخرها طبعا امام عاشور رغم ادائه المميز مع منتخب مصر، رغم ادائه الفذ مع النادي الاهلي، لكنه يعيبه ان هو رجع من الاحتراف عشان يرجع مره ثانيه الى انديه الدوري المصري ويشارك مع النادي الاهلي. طبعا الكلام على امام عاشور بعد ما انتقل الى ميتلاند الدنماركي. صلاح قال انا ما شفتش اي انتقادات ومركز في شغلي، لكن متفاهم ان الانتقاد حق مشروع للجميع، والاهم ان في فئه كبيره بتدعم المنتخب. انا ما جيتش هنا عشان العب كره فرديه، يمكن ما قدمتش مستوى فردي مميز، لكن انا جيت هنا عشان العب كره جماعيه، والاهم عندي هو منتخب مصر، مش اهم حاجه انا اقدم مستوى عامل ازاي، لكن الاهم عندي هو منتخب مصر، وان شاء الله انا بحارب عشان افوز بالبطوله، وان شاء الله ده هيحصل قريب. كمان صلاح قال متفائل باللعيبه ومتفائل بنتيجه المباراه، وان شاء الله نقدر نفوز على طبعا مباراه، نقدر نفوز على منتخب كاب فيردي ومنتخب الراس الاخضر. صلاح قال المنتخب عنده لعيبه كبيره زي تريزيجيه، زي مرموش، زي حجازي، زي الشناوي، زي زيزو، زي كل اللعيبه ال 27 لاعب اشاد بيهم طبعا نجمنا المصري، وقال ان لازم يكون في دعم من جماهير الكره
المصريه بشكل عام حتى يتم تحقيق النجاح وتحقيق الصعود الى دور ال 16 من بطوله كاس الامم الافريقيه. صلاح عنده حلم يا جماعه، صلاح عنده حلم الفوز ببطوله، كونه واحد من اهم الاساطير الموجوده في العالم حاليا، زيه زي ميسي، زيه زي رونالدو، زيه زي رياض محرز، زيه زي العديد والعديد من اللاعبين المميزين. صلاح اسطوره مصريه، وكل الكلام اللي انتشر عن ان صلاح بيهرب من مباراه غانا عاري تماما من الصحه. صلاح تعرض للاصابه في الدقيقه 22 وكمل لحد الدقيقه 35 لحد الدقيقه 40 بالاصابه اللي عنده، برغم تعبه وبرغم وجود شد في العضله الخلفيه، لكن لما حس ان الاصابه هتتفاقم، لما حس ان ممكن يدي دوره لحد تاني يكون قادر ان هو يحقق المطلوب ويكون قادر ان هو يحقق الفوز لمنتخبنا، طلع صلاح من المباراه ونزل طبعا مصطفى فتحي اللي بالمناسبه قدم مباراه مميزه جدا 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 قدام منتخب غانا. دي كانت تصريحات صلاح وكلام روي فيتوريا المدير الفني لمنتخبنا الوطني قبل مباراه الراس الاخضر. كل التوفيق والدعم، هفضل اقول كل التوفيق والدعم لحد اخر نفس، لحد اخر دقيقه في المباراه، لحد اخر فرصه في حظوظنا للتاهل لدور ال 16 ان شاء الله. بكره معانا تغطيه خاصه لمباراه منتخب مصر امام الراس الاخضر، انتظرونا بقى من اول اليوم كده، واستوديو تحليلي لمباراه مصر والراس الاخضر زي ما عودناكم خلال بدايه البطوله ان شاء الله. استنونا، المباراه طبعا هتنطلق الساعه 10 مساء على الملاعب الايفواريه. استنونا في لايف جديد وفيديو جديد على تحيا مصر.